السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شبابنا؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. والله يسعد صباحكم اذا كان عندكم صباح، ويسعد مساكم اذا كان عندكم مسا. النهارده ان شاء الله هنعمل حاجة خفيفة كده نساعد الناس بس على الصيد. ده يا جماعة مصران الخفاء، مصران الفراخ، هنجهزه لصيد الدنيس وصيد التسقيط عامة. بص يا جماعة، احنا هنجهز المصران ده ازاي؟ دي مصران عادية انا جايبها في الكيس بتاعها، وانا محضر علبه زي دي ومحضر ملح. تمام يا شباب، بنعمل ايه؟ بنجيب المصراق، بنقص كده الثلاثة سم اللي انا كنت قايل لكم عليه. انا كنت عامل الكلام ده، متكلم على الكلام ده نظري، النهارده ان شاء الله ايه هنشتغل فيه ايه عملي. تمام، بنقصهم بالطريقه دي كده. بص يا جماعة، حتة يعني 3 أو 4 سنتي بالظبط على عقلة ايدي اهيت، عقلتين. خليكم معايا يا شباب بقى عشان ما نطولش عليكم، نفضل نقصقص كده على الفاضي. بعد ما نخلص قصقصة هنقول لكم هنعمل ايه. تمام، خليكم معايا. تمام يا شباب، انا قطعت شوية حلوين اهوت. تمام، طبعا يا جماعة شوية المصران دول باتنين جنيه بس، الليلة دي كلها باتنين جنيه. تمام، هتقعد تصطاد دنيس بالصبح. نمسك شوية ملح زي ده، ملح خشن أو ناعم، بنحط الأول شوية كده في العلبة دي، وبعد كده نحط ونيجي إيه أعطيها ملح، نحط ملح كله متقصقص بنفس الطريقة دي كده، نيجي حاطط شوية وأعطيهم ملح. ب2 جنيه يا جماعة الطعم ده، ب2 جنيه بس. لسه الجردل بتاعي ما اتملاش، هنرجع نعبي الجردل ده برضه بنفس الطريقة دي، وفي الآخر خالص هنشيله فين؟ في التلاجة. وان شاء الله اول فيديو عملي هنوري لكم الشغل بتاعه ازاي ان شاء الله، عشان ايه محدش فكر ان احنا بنقول اي كلام كده وخلاص. بس بالله عليكم يا جماعه، انا مش عايز اطول عليكم طبعا، فهنكتفي بكده بالقدر ده. الموضوع سهل زي ما انتم شايفين، ب2 جنيه مصراق هتقصقصه، بعد ما تقصقصه هتحط له الملح بتاعه عشان تكتمه، وفي الاخر هتشيله في الثلاجه او في الفريزر. يفضل ان هو يتشال في الفريزر، بس انت يعني برضو ايه على قدر الامكان يعني راعي احساس الناس اللي هي معاك في البيت، عشان الموضوع صعب شويه يعني ايه. انت اعمل حاجتك بنفسك، ولم برضو عدتك ورا منك وبتاع، ما تتعبش الناس اللي حوالين منك. بالله عليكم يا شباب، لو الفيديو عجبكم ادعمونا بلايك، واللي حابب يستمر معانا ويشوف فيديوهاتنا اشتركوا عندنا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.